السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة عالم لبنى. كنتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة. اليوم غادي نحضروا تاكوس اللي تيجي لذيذ ورائع بطريقة جد مبسطة وسهلة، يعني يمكن لأي واحد يدير تاكوس منزلي ديالو في الدار، راه تيجي لذيذ البنات. وبقوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، فنبداو على بركة الله. فغادي نحتاجو صدر ديال الدجاج او ديال العدند، وغادي نحتاجو الكفتة اللي انا ديجا حطيت فيها التوابل اللي نستعمل فيها، واحد جوج المعالق او معلقة صغيرة ديال الباربيكيا او التحميرة، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة الابزار، ونص معلقة ثومة بودغ، والقليل القليل من الكركم. فبالنسبة للصدر ديال الدجاج أو ديال العدند، غادي نوضع الصدر ديال الدجاج في المقلاة، ناخد الصدر ديال الدجاج، غادي نضيفو لي واحد ملعقة صغيرة من لاموطات، نضيفو كذلك ملعقة صغيرة لبزار، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة ثوم بودر، ملعقة صغيرة باربيكيا، ونصف ملعقة صغيرة زنجبيل. والقليل من زيت البلدية. فغادي ناخذ واحد المقلات وغادي نوضعوا فيها الكفته ديالنا، وغادي نضيف عليها واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نشحروها شويه في المقله. ملي طيب نوضعوها على جنب بما وجد لينا لادانت ديالنا، ولادانت كذلك خاصكم ما تشربوه شويه، خاصو يبقى شويه فيه هذاك ليدام ديالو باش ما يجيش ناشف. ديالتنا وجدات، والصدر ديال لادانت حتى هو كذلك خاص ما نشربوش بزاف باش ما يجيناش ناشف، يعني يبقى بحال هكذا ميدم. فمن بعد ما كملنا لادانت ديالنا والكفته والفريت حتى هي كنت ديجا قليتها، فغادي ناخذ صدر ديال لادانت وغادي نعاود نقطعو طريفات صغار باش ما يجيش يقطع لينا العيش ديالنا. ومن بعد غادي نمرو باش نحضر لي صوص اللي غادي نوضعو في تاكوس ديالنا.
نحضر واحد الصوص اللي غادي نديرو فيها واحد معلقه كبيره، انا باش قياس معلقه صغيره، وغادي نحتاجو فيها ثوم بودر، وغادي نحتاجو فيها واحد معلقة صغيرة من القرش لا مرطاب، واحد القليل من الإبزار، والقليل من الخل، غادي نضيفو لها القليل من زيت الزيتون، فدابا غادي نحضرو صلصة الساموراي اللي غادي نديرو فيها جوج المعالق ديال لامايونيز، ونضعو فيها الكيتشوب، نصف ملعقة صغيرة بطاط، ونصف ملعقة صغيرة هريسة، فكيف ما شفتوا معايا انا العيش عندي صغير، انا لقيت جوج وغادي ندير الوسط ديالهم صلصه الساموراي، وغادي نضيف عليها الصلصه الاخرى اللي حضرنا، ونوضعوا الفريت والكفته ولا داند، وغادي نوضعوا الفوق منهم الفرماج كاري، وغادي نزيد عاوتاني شويه ديال الكيتشوب وشويه ديال الصوص، وغادي نطوي العيش ديالي، فبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه.
من بعد ما طوينا الطاكوز ديالنا على هذا الشكل غادي نوضعوه في بانيني وغادي نتلاقاو في النتيجة النهائية إن شاء الله. فهذه هي النتيجة النهائية ديال الطاكوز ديالنا، غادي تجي على هذا الشكل. كيف ما شفتوا انا قطعت لكم منه واحد الطرف، راه تيجي عامر تيجي لذيذ، فكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. فما بقى لي غير نقول لكم بسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.